نحن هنا من أجل الصدق والصراحة والوضوح. من البداية تحدثنا كل صدق وصراحة ووضوح. نحن هنا من أجل الحيادية والمنطقية. نعمل بصدق، نعمل لصالح الحديث لا لصالح أحد. نحن من نعطي لكل حق حقه. السلام عليكم حبيبي حبيبي الحبيب في كل مكان، وحشتوني وحشتوني، وجاي لك النهارده بإذن المولى عز وجل في حلقة بها أخبار ستفيدك وتهمك، أخبار أنت تنتظرها والكثير ينتظرها في عالم الكرة المصرية في مصر والوطن العربي. ولكن مش طالب منك تبعتك انتظار لآخر حلقة عشان أوصلك كل الأخبار الجديدة، وفضلا وليس أمرا، مش طالب منك كتير. ننزل دلوقتي تخبط اللايك، نوصل بإذن المولى عز وجل بالحلقة دي 5000 لايك دعما لك وحبيبك الحريم الذي يسعى لسعر. كل ما اشتركش اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصل كل حلقاتي أول بأول. الناس اللي بتكتب لي كتير على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى وعلى وعلى، في مشاكل في بعض المواقع، في مشاكل في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، لينكات فيها مشاكل، برامج اللينكات ابتدوا يقفوها عشان هما اللي يشتغلوا. فانت عايز تشترك يبقى الكرة مع الحريف، اشتراك لايك سبسكرايب فعل زر الجرس، يبقى انت كده بقيت معايا وبقيت كده في السليم. غير كده ما تسألنيش في اي حاجة تانية، تمام؟ قبل ما نقول نصلي على رسوله وعلى اله وصحبه وسلم، والبداية من الكرة المصرية وما يدور من كواليس واحداث واخبار في الكرة المصرية. ولكن الدراويش يبدأ اليوم المرحلة الاخيرة قبل الاستعداد لمواجهة الاهلي، مباراة لا تقبل التسمع، مباراة صعبة جدا، مباراة معلش مفيش حيادية، مفيش حيادية، في حب الكيان، في حاجة اسمها حب الكيان، لكن موضوع انشقاق او حيادية مفيش، احنا ما عندناش الكلام ده. اسمع مني، معظم الناس بتهاجم جمهور الاسماعيلي، معظم يعني الاهلاوية الاتحادوية بورسعيدية، في ناس هي عقلتها كده يعني، في ناس بتحب الكرة من اجل الكرة، في ناس بتحب الكرة حبا في الكرة. ولكن احنا مفيش تعصب، احنا بنتكلم دلوقتي الكرة، بنتكلم بس، تمام؟ اسماعيلي بيجهز، عنده مباراة قوية طبعا، الفوز بالنسبة للاسماعيلي كانه اخذ بطولة، بالنسبة لجمهور الاسماعيلي فوز الاسماعيلي على الاهلي ده بطولة في حد ذاته بعيدا عن اي حد. يعني ايه برضو الاحتقان الجماهيري بنسب، ولكن بنسب مش كبيرة عشان نبقى واضحين مع بعض، عشان تمام. طبعا الكابتن ايهاب جلال النهاردة سيشاهد مباراة الاهلي وانبي، مع انه هو بيقول لك انا اتفرجت على 5 لقاءات الاخر بتوع انبي، اخر 5 لقاءات للاهلي، وبجهز على كده وبشتغل على كده، تمام. فرج عمران، تقول لي مين فرج عمران؟ اقول لك نائب رئيس نصر ابو الحسن، بيقول لك نبحث عن تكافؤ الفرص امام الاهلي ونخطط لاحتفاليه مئويه. يا جدعان ان احنا عايزين اللي يقول كلام يكون كلام بفعل، لكن كلام من غير فعل احنا مش شايفين حاجه على ارض الواقع. يعني انتوا بتقولوا كلام كلام كلام، لكن فعل احنا مش شايفين فعل. انت هتتكلم يبقى في افعال عشان يبقى في اقوال عشان نصدقك بعد كده بس. لكن انتوا عمالين من ساعه ما جيتوا قلتوا، ده انت راجل حتى المكافاه بتاعت مباراه الاتحاد ما اديتهاش للعيبه كامله، اديت 75%. من ما ينفعش الكلام ده، نصحى اصحى اصحى عشان احنا تعبنا. زي اتحاد الكوره كده مش عايز يصحى، حاطط كان مباراه الاهلي المفروض الساعه 7 اجلها ساعتين بقت الساعه 9. ما انت عندك دوري ابطال اوروبا، مش مستحيل ان دوري ابطال اوروبا هيغير مواعيده عشان خاطر مباراه الاهلي. ما انت يعني انت احنا فين وانتوا فين؟ احنا في كوكب تاني يا عم ولا ايه؟ ايه الكلام اللي بيجرى؟ هي الكره المصريه رايحه لغايه فين؟ ايه يا عم عامر حسين، انت في غيبوبه ولا ايه؟ انتوا ايه يا عم؟ انتوا مش معانا ولا عايشين في حته تانيه؟ اصحى. انت عندك النهارده مباراه في دوري ابطال اوروبا ما فيهاش حسابات تانيه، لما الاهلي معلش الاهلي وانبي
ولا اتفرج على لايبزيج ومانشستر سيتي، ولا اتفرج على بورتو وبرشلونة؟ انت ايه؟ مين هناك؟ اصحى. تمام. طبعا حمد ابراهيم بيقول لك جلال مقتنع باللاعبين الاسماعيلي رغم الظروف الصعبة ورغم، فهو مقتنع بالتشكيل او بالتيم اللي معاه او بالمجموعة اللي معاه. فهو بيقول لك احنا شغالين على التيم وكل واحد على امكانياته وعلى كفاءاته. طبعا الفترة اللي فاتت الكابتن ايهاب جاي كان شغال رفع حمل بدني والتدريب اليوم الكامل والكلام ده كله لصالح اللعيبة ولصالح مباراة الاهلي. مباراة الاهلي بالنسبة لهم مش هيضحك على بعض، الاهلي في وقت الفوق اللي هو فايقها وفي السكور اللي هو عامله في اخر في افريقيا فانت احنا لو ربنا كرمنا وتعادلنا مع الاهلي يبقى مش نتيجه وحشه، مش هنضحك على بعض يعني. بس ما فيهاش مجاملات، ما فيهاش ضحك، مش هنضحك على بعض. الفوز انا اتمناه من بص يعني بتمنى الدراويش يفوز، ولكن خلينا واضحين مع بعض يعني، نحط المقاييس. حط مقاييس، انت عندك مشاكل في حاجات فعامله كبتك كده، هو ما عندوش مشاكل فعامله كبته كده. عندما تتحدث تحدث كرة قدم فقط لا غير. تمام. طبعا بيقول لك جلال بيقول لك انا شاهدت اكثر من مباراة واركز على الثغرات ومفاتيح اللعب و الارتداد السريع، يعني حاجات كده في التدريب اشتغلوا عليها الفتره اللي فاتت عشان خاطر استعداد لمباراه الاهلي. طبعا مباراه ما فيهاش كلام كتير، سريعا كده 5000 تذكره لجمهور الاسماعيلي مباراه الاهلي في استاد برج العرب. طبعا التذاكر هتطلع ان شاء الله من يوم الاحد، تبقى متواجده في تذكرتي او في الفروع الخاصه بالتذاكر. تمام. سريعا كده نادي الاسماعيلي بعت خطاب للاتحاد المصري لكرة القدم عشان خاطر بيتظلم من مباراته في استاد برج العرب. هو انت لسه فاكر تتظلم دلوقتي قبل الماتش باربع ايام؟ انت بتهرج يا عم ولا ايه؟ وانت كنت بغيبوبة؟ ما هو حاجة من الاتنين، ده انت بتستهبل يا بتستهبل. سريعا طبعا الاهلي النهارده في التاسعه، طبعا المباراه تاجلت من 7 لساعتين، من 7 ل 9. تمام. ولكن لم يفصحوا عن ما هي الاسباب. سريعا بقى غيابات الاهلي امام طبعا مباراه كاس امام انبي، غيابات الاهلي امام انبي رضا سليمي وكريم فؤاد لعدم الجاهزيه. تمام. اللعيبه رجعت من الاصابات ولكن لعدم الجاهزيه اللعيبه لم تتواجد في مباراه انبي. متولي ورامي ربيعه وعمر الساعي وكريم نجبد وصالح محسن بالاصابه. طبعا الاهلي بيجهز، الاهلي طبعا كده كده عنده ضغط مباريات الفتره الجايه، الدوري الافريقي الاسماعيلي، دوري ابطال افريقيا، كاس العالم للانديه، في عاجل. تمام. طبعا موضوع كهربا، عشان بس ننهي الجدل في قصه كهربا وحوار كهربا عشان الكلام كتير يعني في الموضوع ده. طبعا محمود كهربا عرض على الزمالك انه هيدفع الغرامه اللي هي قيمتها 2 مليون دولار كاش. عرض على الزمالك محمود كهربا او محامي محمود كهربا انه يدفع فلوس الغرامه كاش ولكن بدون الفوائد. قيمه الغرامه 2 مليون دولار، يعني في حدود مثلا بتاع 60 مليون. هيفوقوا الدنيا معاك وهيروقوا الدنيا معاك، لكن الفوائد قيمة الفوائد 350,000 دولار، مش حوار. فالزمالك يقترب من الموافقة على هذا العرض. وين الموضوع؟ طبعا موضوع التأجيل وكلمتك عليه،
بص بقى عشان الموضوع ده شاغلني قوي. كولر بيقول لك انا كولر يرى ان مودستا ليس الاختيار الافضل لقياده هجوم الاهلي، كنت موافق عليه وكنت عايزه، ودلوقتي ظهر في مشاكل وعيوب. وللعلم انا عارف حاسس ان مودستا النهارده، لان في مشكله في التشكيل بالنسبه لمودستا. مودستا ممكن بنسبه كبيره يكون متواجد النهارده في لقاء الاهلي وانبي، تمام. بالنسبه بقى لان بيقول لك في ده بيقارن بينه وبين كهربا في موضوع مين اللي هيكون متواجد في لقاء اليوم، تمام. في حيره في هجوم وتشكيل الاهلي المتوقع امام انبي. يفضل المدير الفني مارسيل كولر بين الفرنسي مودستا ومحمود كهربا، فهو هيشوف ايه الافضل وافضل جاهزيه وهو اللي هيدفع فيه بلقاء انبي. طبعا لقاء الانبي، انبي طبعا تواجه مع الاهلي في 4 مرات، ال4 مرات فاز منهم 3 الاهلي ومره واحده انبي اللي هي كان فيها هدف من خطا رامي ربيعه، تمام، اللي مش هيكون متواجد اسهل في التشكيل النهارده، تمام. بعيدا عن كده او كده، نتمنى الكرة المصرية الأفضل، نتمنى نشاهد النهارده مباراة أكثر من رائعة. سريعا كده، مران الزمالك مشاركة شيكابالا وجمعة وتأهيل الونش. استعد نادي الزمالك لمواجهة البنك الأهلي يوم السبت المقبل. طبعا الزمالك عنده مباراة مهمة، الزمالك راجع من فوز يعني ورمونتادا أكثر من رائعة على حساب ألترا سولار الجيبوتي، ولكن الزمالك سيعود بأبنائه بجمهور العريق اللي كان مالي المدرجات. الزمالك هيكون الأفضل، نتمنى الكرة المصرية الأفضل. طبعا في جدل ومشاكل في لجنة التحكيم المصري، في كوارث في التحكيم المصري، في حكام فاشلة، في حكام فيها عندها مشاكل. أتمنى اتحاد المصري لكرة القدم يحصل هيكلة، يحصل تعديل، يحصل تغيير، يحصل احلال. في مشاكل كتير في الاتحاد المصري لكرة القدم، في كوارث. التحكيم المصري بيروح في حتة تانية صدقني. اتمنى من الله عز وجل لو الحلقة عجبتك لا تبقى على حباك الحريف، نوصل باذن المولى عز وجل بالحلقة 5000 لايك دعم لاخو حباك الحريف الذي يسعد يسعد، واللي مشتركش ينزل الشير ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكل الحلقات. يا عوضه ما اقدرش اقول لكم يوم سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.